تهيب سفارة دولة الكويت لدى مملكة إسبانيا بالمواطنين الكرام المتواجدين في مدينتي أليكانتي وفالنسيا تواقي الحيطة والحذر من جراء العواصف والأمطار والفيضانات التي ضربت كلتا المدينتين وأدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة. وتناشد السفارة المواطنين المتواجدين في هذه المدن ضرورة اتباع تعليمات السلطات الإسبانية المعنية والتواصل مع السفارة في حالة الحاجة إلى أي مساعدة على هاتف الطوارئ.